مثالي وصلنا لأولى مساحاتنا هي مساحتنا الاجتماعية. رح نحكي فيها عن موضوع كثير مهم بما أنه الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع. نعم. الصحة النفسية للأسرة عم تنعكس أكيد بشكل عام على الفرد. أهمية الصحة النفسية اليوم هو موضوعنا الأساسي. شو عوامله؟ شو تأثيراته اليوم؟ رح نحكيهم أكيد وجاوبنا عليه الأخصائية الاجتماعية بيان عيد. صباحك يا بيان. صباح التلج. صباح البرد والورد. يسعد صباحك بيان. دائما نحن بنقول الصحة الجسدية هي منبع نفسي وداخلي. صح. ومثل ما بنعرف ضغوطات الحياة عم تأثر علينا، ولكن دائما بنخلي هيك الامور ابسط شوي لما نمرض، يعني لانه دغري بنمرض نفسيا. فخلينا نحكي شو مفهوم الصحه النفسيه، نعرف عليه مشاهدينا هلا اللي عم يقولوا شو هي الصحه النفسيه وشو بنعرف عن الصحه النفسيه. اذا بدنا نحكي اليوم على الصحه النفسيه حسب معرفتنا منظمه الصحه العالميه، رح نقول هي حاله من الشعور بالسعاده والراحه الجسديه والعقليه والاجتماعيه. لما انا بدي اطلع على الحاله الجسديه انا بدي اكون يعني عم بقول انه ان شاء الله وهيك يكون الجميع خالي من الامراض وسليم ومعافى. لما بدي احكي عن الناحيه العقليه بده يكون الانسان خالي من الاضطرابات. بس نحن اليوم بدنا نحكي على الحاله الاجتماعيه اللي هي علاقة الفرد بالأسرة، علاقة الفرد بالأقران، سواء إذا كان طفل علاقته بأصدقائه بالمدرسة، إذا كان مثلاً كبير بالغ علاقته بزملائه بالعمل، علاقته بالجيران، علاقته بالمجتمع ككل. من هون بيطلع مفهوم الصحة النفسية يلي نحن حابين نضوي عليه ونركز عليه، لأنه الناس اليوم كتير متعطشة لأن تعيش حالة من الصحة النفسية. نعم. وإن شاء الله يا رب نقدر هيك نضوي عليها ونقدر هيك نوصل أهم المفاهيم الأساسية فيها. أكيد بيان، يعني حطيتي إيدك على الوجع. نحن عم نمرق بظروف ضغوطات حياة يومية، ضغوطات اقتصادية، حتى الوقت اللي صار مع الأولاد هو غير كافي، ما عاد في هذا البال الطويل عند الأمهات وخاصة بأعمار صغيرة، صار في نوع من ما يسمى بالتربية الحديثة المستوردة من الخارج لكن لا تشبهنا، وبنفس الوقت عم تأثر على الصحة النفسية للطفل عبر الضغوطات، عدم الاستماع للطفل، عدم المشاركة بأي نشاط للطفل، يعني ممكن يشوفوه 4 ساعات وينام الطفل. تمام. بيتعلم شيء من أسرته. صح. فخبرينا صح. كمان عن هي المشكلة اللي عم بيعانوا منها أغلب العائلات السورية. صح. الأول شيء بدنا نركز عليه أنه الأسرة هي الحلقة التربوية الأولى يلي الطفل بينشأ فيها. والطفل نحن دائما بنعرف انه من عمر صغير هو كيف بيربى؟ هو بيربى بالملاحظه وبيربى بالتقليد، يعني هو بيكون كيف ما عم يشوف الماما، كيف ما عم يشوف البابا، كيف ما عم يشوف اخواته، هو عم يعمل مثلهم. انا بالمرحله العمريه مثلا من 0 لـ3 سنوات انا بسمي العقل تبع الطفل هو العقل الماص. شو يعني؟ يعني هو مثل الاسفنجه، كيف لما بتجيبي وعاء مي وبتحطي فيها الاسفنجه، شو عم تعمل الاسفنجه؟ غبت وتشربت كل المي الموجود. وبالتالي هو بعد منها لما بتطلعي هالاسفنجه بدك تعصريها لبرا، وين عم تنعصر؟ بدك تنعصر بالمجتمع. يعني لما انت بتزرعي صح ولما انت بتاسسي صح بالبيت، انت هذا الشيء عم تنقليه لطفلك وبالنهايه انت عم تنقليه لمجتمعك. بس نحن اليوم واجبنا انه نحن نعمل شوي حاله من التوازن ونعمل شوي حاله من الفصل، انه صح كلياتنا عم نمرق بضغوطات، كلياتنا عم نمرق بتوترات. نعم. بس الاطفال بالنهايه هن مو ذنبهم. يعني نحن لازم، انت سواء كنتي ام، سواء كنتي موظفه، سواء كنتي عامله، لما اي مكان بدك تفوتي عليه حاولي قبل ما تفوتي تعملي حاله من الاسترخاء وانت هيك واقفه على الباب. اذا كنتي ام مثلا وعامله برا، وقفتي عند الباب اعملي حاله من الشهيق والزفير، حاله هيك شوي من الاسترخاء، لحتى هيك يعني نوعا ما 60 ثانيه لحتى تقدري هيك تفوتي لعند الاطفال، عامله فصل وعامله توازن بين الضغوطات اللي صارت برا وبين حياتهم هن. انه هن بالنهايه ما لهم ذنب، هن عم يتحملوا معنا كثير، كمان فوق منا يجوا يتحملونا نحن، هون صار الموضوع يتحمل المزاج بسم كثير. يعني صحيح. بيان ذكرتي نقطة كتير مهمة انه الاطفال مو ذنبهم، واحيانا الخلافات العائلية، يعني خلينا نحكي هيك بوضوح، ما في بيت ما فيه مشاكل، ما في بيت ما بيصير فيه هيك شوية مناقشات، ولكن احيانا الطفل مثل ما قلتي بيمتص، يعني ممكن اذا شاف الاب عم يتصرف مع الأم بطريقة مثلا غير طبيعية، أحيانا ممكن يصير في ضرب، أحيانا يكون في كلام نابي جدا، هون الطفل
اكيد بده بس يروح على المدرسه يمكن بفرغ كل شيء ما بيقدر يحكي تمام. قدام اهله ممكن تمام. بالمدرسه يلاحظوا انه هذا الطفل فيه شيء صح. طبعا المحيط خلينا نحكي قديش بياثر على محيطه. طبعا هذا الشيء بده ينقله للمجتمع، اول شيء بده ينقله للافراد الاقران اللي مثله، بعد منها بده ينقله للمرحله العمريه الاعلى. بالتالي قديش نحن مهم اليوم ناسس صحب البيت، وقديش مهم نحن نحاول شوي نخفف من هالسلوكيات هي. ليش؟ لانه نحن بنعتبر انه طفل شو عم ياخذ من البيت، هو عم ياخذ القيم، هو عم ياخذ الاخلاق، هو عم ياخذ العادات والتقاليد اللي رح يقدر هو ينقلها للمجتمع. طب اذا كانت هالامور هو متشربها بشكل سيء، كيف معناتها هو بده ينقلها؟ معناتها نحن بنتحول بعد فتره معينه من الزمن لمجتمع خلينا نقول مثل يعني مثل الغاب، كل واحد فيه بده يحصل بايده حقه من الثاني. وهي شغله انا كثير بلاحظها منتشره بين السيدات، يعني بتعلم ابنها انه اذا حدا ضربك اضربه، اذا حدا مثلا وجه لك كلمه رد له اياها. طب نحن وين العادات والقيم والاخلاق اللي نحن دورنا نحن نزرعها؟ قديش هذا الطفل اليوم نحن بدنا نعلمه انه يكون هو انسان متوازن؟ طب بالنهايه دائما نحن ككبار لما بيكون في لا سمح الله مشكلات نحن بنلجا لحاله من القضاء انه هي نحن اليوم تحل لنا هالخلافات هي. طب معقول نحن من عمر صغير عم نعلم الطفل انه خذ حقك بايده؟ يعني هذا المصطلح كثير خطير وكثير قاسي انه نحن نزرعه بالاطفال من عمر صغير. أكيد. طب وين ما كان الطفل موجود، اذا كان بالبيت صار بحاله خلافات، طب نحن في عنا حدا موجود بالبيت، حدا كبير هو بده يحاول يوازن وبده يحاول يوعي. اذا كان موجود بالمدرسه في عنا معلمه، في عنا ارشاد، في عنا مدير، نحن بنقدر نلجا له لحتى نحن نقدر نحصل حقوقنا. اما نحن خذ بايدك والسلوكيات العدوانيه اللي عم تظهر عند الاطفال من عمر صغير، هذا الشيء صار يعني بدنا شوي نعمل له ستوب. كيف؟ من خلال نحن زرع الحب وزرع الدفء. يعني هلا نحن من كم يوم كان عيد الفالنتاين، اول نقطه انا بقول انه الطفل هذا الحب منين بده يتشربه؟ منين بده ياخده؟ او النقطه الاولى بده ياخده من بابا وماما. صحيح. هو لما بيشوف بابا وماما عم بيتحاوروا مع بعضهم بطريقه راقيه، عم بيحكوا مع بعضهم بطريقه فيها حب، بابا بيجيب له ورده لماما ما في مشكله. طب هو الحب النقطه الاساسيه بده ياخذها من هالمكان هذا، لما هو اخذها من هون هو قادر صار ينقلها للمجتمع كلياته. لما ماما نفس الشيء بتبادل بابا بكلمه حلوه بكلمه لطيفه، لما هن بيناتهم بيكون في قبله دافيه، هذا الشيء كثير ناس بيسالوا حلال حرام بيصير اعمله ما اعمله قدام الاطفال؟ طبعا ما هو الطفل عم شوفه بالمسلسلات، عم شوفه بالاعلام، عم شوفه برا بالشارع، لا خليه يعرف انه هذا منشأه الصحيح، لحتى هو مثل ما انت اعطيتيه حب واعطيتيه دفء وخزنه هو رح ينقله للمجتمع بالنهايه. اكيد. يعني بيان مثل ما فهمنا من حكيك انه مثل الطفل هو مثل السله شو بيحطوا فيها الاهل صح. هو بيتشربوا. خلينا نبسط تمام. هيك للعالم تمام. اليوم ما فينا نقول انه بكل اسره ما في كلمات معينه ممنوع صح. مثلا الطفل يسمع يتاثر فيها، تصرفات معينه ان كان من الاب والام الجد او الجده لانهم الصله الاقرب مثل ما بيقولوا انه يتشربا. يعني حتى بنقول الكذب الضرب العقاب الثواب، كل هالمفاهيم المفروض تكون متوازنة أكيد. حتى يكون في صحة نفسية طبعاً. حتى على الطفل وحتى للأفراد. يعني الأم بتحس حالها أنه فعلاً ابنها ما عاد عزبها، ما بنق مثلاً، ما بيكذب مثل هدول القصص اللي بنسمعهم. فخبرينا عن الأخطاء الشائعة طبعاً. اليوم اللي بترتكبها أو بيرتكبوها الأهل طبعاً. وممكن تأثر على الأطفال. اليوم عم ركز يمكن بيان على الأطفال لأنه هنن الجيل الجديد اللي هلأ نحن معولين عليه أيوة. بظل هالضياع أيوة. اللبنة الأساسية طبعاً. يعني إن شاء الله للنهوض وللأمل إن شاء الله يا رب. أكبر نقطة هو اختلاف الأفكار بين الأب والأم. الفكرة الأولى اللي بنزرعها أنه يعني الاختلاف بيناتنا يعني مو مشكلة كبيرة، يعني طبيعي أنه نحن أنا وياك نختلف بالأفكار بس يكون حوارنا راقي. هي النقطة الأولى، هي النقطة الأولى تمام. النقاش لما بيكون نحن في عنا نقاش عائلي حلو أنه الأطفال يحضروا، بس يحضروا كيف؟ نقاش راقي صوت منخفض. حلو أنه نحن يكون الأب يحترم الأم، يعني ممنوع ضرب، ممنوع توجيه كلمات نابية. إذا كانت الأم الطبخة مثلا فيها شوية ملح أو فيها مشكلة أو الطاولة مثلا مالة بنفس الترتيب اللي هو معتقده، يعني إحنا المفروض بقى نبلش نتخلص شوي من هالأمور هي. يكون في تعاون، يكون في تكافؤ. حلو الأب يكون داعم للأم بالأعمال المنزلية، داعم للأم باحتضان الأولاد، لأنه نحن اليوم ما عاد عم نركز على الأم فقط، نحن عم نركز على الاثنين. مو بس الأم هي اللي بتأثر بتربية الطفل، كمان الأب بيأثر فيها صح. حلو لما بنكون إذا كنا نحن ساكنين ببيت واحد بيكون مثلا احيانا في تدخلات مثلا من الجد من الست، تكون هالتدخلات هي يعني بتوجيهات. مثلا اذا صارت مثلا الام ضربت ابنها
الست ما هان عليها بحفيدها، بدها توجه الام، ما توجه الام قدام الطفل. تمام. ليش؟ لانه الطفل بصير بتمادى على الام اكثر. صحيح، بتروح هيبتها. تمام. بالتالي انت لما بيكون في عندك هالمشكله هي مثلا مع كنتك او مع بنتك، بينك وبينها صار هالتوجيهات هي، انه مثلا انا مثلا ما ضربت ابنائي، انا كذا، مشان ما نحن مثل ما قلتي نكبر راس الولد اكثر. حلو نحن اليوم مثلا نعيش اطفالنا بالحاله الماديه اللي نحن موجودين فيها. يعني انا مثلا نحن عندنا قدرات انه نحن نجيب هالامور هي، ما في مشكله بنجيبها، بس نحن بعض الامور الاوقات نحن بنمر بظروف اقتصاديه ما بنقدر نامنها. الطفل من حقه يعرف الحاله الاقتصاديه اللي عم يعيشوها ابوه وامه، ابوه وامه، وهذا بنسميه تربيه اقتصاديه. صحيح. انه الطفل يدرى بالواقع لحتى يقدر هو يطلب، ومو كل شيء بيطلبه الطفل معناته هو متاح. انا اليوم بقدر اجيب لك، انا بكره ما بقدر اجيب لك. مثلا لما انت بتعيشي الطفل ضمن كل هالظروف هي، بس كيف بتعيشيه معه؟ بحوار، بنقاش، بتعلميه، بتمرئي له اياها من خلال قصص. اذا كان عمره صغير مثلا 4 سنوات 5 سنوات، هو ساعتها بيقدر يتقبلها منك. كمان شيء مركز عليه التربيه بالقصه للعمر الصغير، هذا كتير كتير بيتاثر فيه. كل يوم حاولي قبل ما ينام ابنك تزرعي هالسلوكيات هي اللي انت حابة انه ابنك يمتصها وابنك يخرجها للعالم، زرعيها فيه من خلال قصة. وصدقا بعد منا نوعا ما الجيل اللي نحن فعلا معولين عليه ان شاء الله يا رب بيطلع سليم وبيطلع معافى ان شاء الله بعد هالحرب. يعني بيان يا رب كلنا بحاجة. تماما. يعني كمان يمكن في نقطة كتير العالم عم تسأل عنها، انه انا ابني بين رفقاته، بتعرفي انه مو كل الأمهات والآباء بيقدروا نفس السوية المادية. في عالم أكيد. وسط، في عالم شوي فوق الوسط، في عالم صح. عنده دخل يمكن تاني نتيجة مورد شغل تاني، فوقت يروح الطفل بين رفقاته أو تاخده أمه زيارة، عم يشوف أنه رفيقه أو الطفل يلي هو عم يشوفه عنده شغلات غيره، أو مثلا هو بيشتهي يكون عنده. تمام. قدامهم أنه هون دور الأم كتير كبير، أنه لا نحن بدنا نكتفي باللي عنا، وممكن مع الايام يصير عنا احسن. يعني كمان هيدا الشغله، لانه بالنهايه الطفل بغار من أكيد. رفقاته أكيد. حتى احيانا الام اذا ما كانت عندها درجه من الوعي بتقول ليش ابني مثلا ما عنده، حتى هي ما تكون مقتنعه بظرفها. يعني تمام تمام. اهم نقطه ركزتي عليها هلا بالنهايه، انه يكون في قناعه داخليه من الام والاب. ليش؟ نحن اليوم اذا انت بدك تطلعي على الحاجات يلي اطفالنا بيحتاجوها، صح انه بحاجه للماده، هن بحاجه للغذاء وللشراب، بس بنفس الوقت هن بحاجه للعاطفه. لما انت اليوم عم تقدمي عاطفه للطفل، لما الطفل اجى وقال لك ماما انا شفت عند رفيقي هي الشغله هي، جيبي لي اياها، انا جاي على بالي انه يكون عندي منها. انت سواء عندك قدره او ما عندك قدره، اذا خليني اذا عندك قدره امنتي لها وما عندك قدره، انت هون بدك تيجي تحضني طفلك، بدك تقدمي له اول شيء عاطفه لحتى صح. هو يقدر يتقبل صح. هالفكره منك. لما انت قدمتي العاطفه ساعتها انت هون تشرحي له ماما نحن وضعنا هلا ما بيسمح لنا انه نحن نجيبها، بس انا بوعدك اني راح احطها مع قائمه الاولويات تبعنا اذا هي نحن اذا انت فعلا كنت بحاجتها. انا لما بحط له اياها بقائمه الاولويات بيعرف ويصار على وعد انه انا ان شاء الله بالمستقبل القريب او البعيد انا راح امن له اياها. بينسى الفكره فعلا، بعد فتره ممكن ينسى الطفل، بعد فتره ممكن يريد يرجع يتذكر. اذا تهيئت لك الظروف وكنت قادره جيبيها، ما تهيئت لك الظروف ماما خلص انا والله بعدني حاططها ضمن اولوياتنا. حلو نحن نسجل بالورقه والقلم قدام الطفل انه ماما شوف انا مثلا كمان انا مشتهية الشغله بس انا ما قدرت اني اجيبها، انا مسجلتها بس ان شاء الله تتوفر الظروف معي انا اكيد رح اجيب مثلا اللي انا محتاجته ورح اجيب لك اللي انت محتاجه. بس دائما اي شيء بدك تشرحيه للطفل سبقيه بعاطفه. لما بتسبقيه بعاطفه هون صدقا تاكدي انه الطفل رح يستوعب معك. حاولي تخلي دائما بنقول مستوى بصرك من مستوى بصر الطفل، قاعد جنبك او قاعد بحضنك او معانقتي، يعني هذا الشعور بالحب والشعور بالدفء هن كتير اليوم بحاجته، أهم جداً من الحاجات المادية يلي البعض بيحاول أنه يركز عليها أنه نحن نأمنها للطفل. يعني مثل ما قلتي بيان، علاقة الأب والأم هي بتأثر يعني يا سلباً يا إيجابياً أكيد. على الأطفال، وخاصة مثل ما قلنا بموضوع الاقتصادي اللي هلأ يمكن شوي صعب الله يمرقه ويفرج على كل السوريين. آمين يا رب. آمين. هي التشاركية قدي مهمة اليوم، حتى يعني نعرف انه نحن في هلا خفت الطلعات للطفل، خفت النشاطات صح. اول شيء بسبب فيروس كورونا، وثاني شيء بسبب الحاله الاقتصاديه اللي صح. عم نمر فيها. فاليوم قد ايه حلوه هي التشاركيه حتى باعمال البيت للطفل، فخلينا كمان نعرف كيف ممكن يمضي وقته مع الاهل، هي هذا الوقت يكون مستثمر بشيء ايجابي. تمام،
هي نقطة كتير حلوة، وأنا كأم اليوم أنا كتير حاولت استغلها، وعلى الأخص بفترة الحجر فترة كورونا بعد منها حلو. حتى هلأ مثلا بأيام البرد مثلا كتير حلو، نحن مثلا اليوم بكرة مثلا يوم خميس، يوم الخميس هو أنا بسميه يوم العائلة. شو يعني؟ دائما بقول لكثير من الأمهات أنه حاولوا تعملوا شوية أنشطة منزلية، مثلا شوية مسابقات، هيك شوي يكون في جو حماسي مثلا بالبيت. مثلا نختار فيلم سهرة يكون مناسب لعمر أطفالنا ومناسب لإلنا، يعني لو نحن ما كثير بنستمتع قد يكون نحن بمشاهدته، بس بالنهاية أطفالنا مستمتعين أنه بابا وماما قاعدين معنا وعم يتابعوا هالفيلم. قد نحن نبحث عن مسلسل اجتماعي مثلا أفكاره بتناسب المرحلة العمرية تبع أفكار أطفالنا، ونسهر سهرة عائلية هيك مع شوية بوب كورن مثلا، مع شوية هيك تسالي تسلي أطفالنا لو كانت من صنع المنزل. عملية جو. أي يعني حتى إذا أنت بتحبي يعني بالذات يوم الخميس أو يوم الجمعة نصنع كيك مثلا نحن والأولاد، يعني هي من الشغلات اللي كتير 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 بلاقوها أطيب من الكيك الجاهز المزين يلي أنت عم بتجيبي. اذا مثلا انت اليوم يعني النت صار متاح للجميع، اذا انت بتبحثي شوي صغيره بس على شويه انشطه للاطفال بيكون في دور تكامل، يعني بابا مثلا بيجيب اذا نحن بدنا ورق ملون، اذا نحن بدنا الوان بابا بيجيبها، ونحن انا وياكم نصنع النشاط، نحن بنرسم، نحن ملون، نحن بنقص. هي من الشغلات اللي كثير كمان انا بستهويها، يعني انه انا حاول سلي اطفالي فيها ومتعهم فيها لحتى يعني نوعا ما غطي عن عدم خروجنا مثلا من المنزل. قد يكون مثلا نحن نعمل جمعه عائليه أو زيارة عائلية، هلا نحن العائلة بالبيت بنسميها العائلة الصغيرة، أما العائلة الممتدة هي الجد والست والعمات والخالات إذا كانوا موجودين إن شاء الله هيك بالبلد كمان ممكن، أو مع أصدقاء ممكن إذا أب وأم عندهم رفقات يكون معهم أطفالهم، نجمعهم نحن كمان بيوم جمعة نجمعهم بالبيت ونحاول هيك نبني شوي علاقة بيناتهم. الأطفال بتسلوا مع بعضهم، السيدات مع بعضهم، الرجال مع بعضهم، يعني هي الشغلات كلها ياتها بتبعث روح المتعة. حتى في عندك ألعاب جماعية مثل ألعاب المونوبولي، مثل الأونو، مثل ورق الشدة، هي الألعاب إذا نحن كمان نلعبها مع أولادنا يعني لسه بتكوني حققتي هيك متعة أكتر، ونوعا ما أشبعتي عاطفة الطفل بالحب وبالحاجة للأسرة. ليش؟ لأنه حاجة الانتماء نحن كلياتنا بنبحث عنها، يعني نحن الحمد لله بننتمي لوطن، يعني هذا الشيء بيشعرنا بالفخر. بقى فما بالك بالحاجة بالانتماء للأسرة، يعني هي اللبنة الأولى إذا الطفل أشبع منها فبالتالي ان شاء الله هو بيطلع يعني مثل ما نحن ان شاء الله نسعى ان شاء الله. تماما. بيان بيقولوا البيت هو حجر الاساس اللي بيربى فيه الطفل، يعني الحجر بيحطوه من البيت من المنزل، فاذا كان الشخص يعني عنده هيك عدد اولاد معين صبي وبنت خلينا نقول، حلو انه يعلموا الطفل التشارك بالالعاب. صح. بالاكلات. صح. فبينتقل للمدرسه بتقول له امه لا الطفل اذا رفيقك طلب منك مثلا سندويشة عطيه، في معك اثنين عطيه واحدة. صح. إذا صح. طلب منك ألم ما معه ألم كمان عيره، يعني بيعلموه على الأخلاق بداية من الأخ وصولا إلى المدرسة. تمام. يمكن بهي الفترة نحن محتاجين لهي الأفكار تماما للأخلاق لنقدر أيضا نبني جيل سليم معافى. صح. رغم ظروف الحرب اللي نحن فيها. سؤالك جميل جدا جدا. الأول شغلة اللي بنركز عليها أنه لحد عمر 3 سنوات يعني فيسيولوجيا الطفل غير قادر على المشاركة. صحيح. هو عنده نوع من الالتفاف حول الذات، يعني كل شيء ملكي ملكي هيك بتحسي. أنا بركز على هالعبارة كتير. استعي بقى بعد عمر 3 سنوات هو العمر اللي بقى بده يدخل فيه المرحلة الاجتماعية، بده يفوت على الروضة، بده يبلش كون صداقات وعلاقات. هون دور الأم. في شغلة أنا كتير بحبها في غنية اسمها شيرينج، يعني المشاركة. أنا من عمر صغير بفرجيها للأطفال، بحب انه تتركز عندهم روح المشاركه. هي عباره عن اطفال هن عم بيتهادوا وعم يضيفوا بعضهم وعم ياخذوا اذن لبعض. لما انا بقدمها للاطفال عن طريق اغنيه، لما انا بقدمها للاطفال عن طريق مسرحيه، لما انا بقدمها للاطفال عن طريق قصه، لما بقدمها عن طريق عمل منزلي بالبيت، انه نحن نتساعد ونتشارك. نفس الفكره اللي قبل شوي نوهت عليها انه الاب عم يعمل مشاركه مع الام. يعني اذا بتلاحظي نحن اليوم بمجتمعنا سواء اذا كانت الام عامله والاب عامل عم يكون في تشاركيه بالحاله الماديه بالبيت، اذا كانوا موجودين بقلب البيت عم يكون تشاركيه بالاعمال المنزليه. بالتالي هذا الشيء انتقل للطفل. هذا الشيء ما بس بيكون من واجب الاسره انه هي تغرسه عند الطفل، هذا بيكون بحاله تكامليه بين الاسره والمدرسه. يعني احنا كمان اليوم بالمدارس ضروري جدا المعلمات والمعلمين يركزوا على هالنقطه هي، انه نحن بدنا نتشارك مع بعضنا. كيف يعني؟ يعني مثلا انت جايب مثل ما قلتي اليوم مثلا جايب معك اكله
انت حاببها، انت عندك قدره ماديه، خذ ضيافه لمن حولك. هي من الشغلات اللي حلوه انه تصير. اذا مثلا انت ما عندك قدره، عندك قدره مثلا بشيء معين مثل ما قلتي بسندويشتك، انك انت تشارك الاخرين اللي موجودين معك. لما هذا الشيء اشبع عند الطفل بالبيت، حتما هو قادر ينقله بثقه للعالم الخارجي. نعم. حتى مجرد أنا أفكار بسيطة بخلي الأطفال يشاركوا فيها، إذا نحن لعبة صنعناها بالبيت أنه خدها معك مثلا على المدرسة بوقت الفراغ، شارك رفيقك فيها. نعم. إذا قصة مثلا خدها مع رفقاتك، إذا الوقت بيسمح بالمدرسة أنه أنت تقرأها لرفقاتك. يعني هاي من الأفكار اللي نحن اليوم صار بحاجة أنه نحن ندعمها ونغذيها عند الأطفال. نعم. بيان يعني التربية هي مهمة كتير صعبة، ولكن يعني المفروض فعلا على طريق صحيح. مثل ما قلنا بهذا الوقت كتير بحاجة نحن للأخلاق، للتهذيب، لحتى يطلع هذا الجيل فعلا جيل يعتمد عليه بكل مناحي الحياة. نحن بنشكرك على كل المعلومات والنصايح اللي أعطيتينا إياها، وإن شاء الله بحلقات جاية بنحكي أكثر بالتفصيل أكيد. عن بعض المشاكل اللي عم تعاني منها الأم أيضا بموضوع التربية. شكرا لك. يا ميت، أهلا وسهلا.